حامل لقب كأس آسيا 2007 وبطل النسخة قبل الماضية من الكأس الآسيوية، يسعى لأن يكون كعادته مصدر فرح للشعب العراقي ونقطة تجمع مهم لهذا الشعب ومنطلق للشعب العراقي المنتخب العراقي بقيادة البرازيل الكبير بشار بن ياسين، شادي بوهشهش، وكذلك أيضا اللاعب باسم فتحي. كرة موجودة الآن في الجهة اليمنى، هواري حاول يتقدم في الجهة اليسرى ولكن حارس المرمى يمسك بالكرة الماضية ويبحث الآن عن بداية هجمة لمصلحة المنتخب الأردني. تبحث عن همسة وتبحث عن لمسة رأسية تعانق الشباك بعد ذلك وتسعد هذا الجمهور. كرة ملعوبة الآن عرضية لكنها بتتخلص بتعود إلى هوار، هوار يلعبها بطريقة ولا أروع الآن بالرأس داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة طالت وفيها ربما راية وتسلل، ربما في الكرة الماضية راية وتسلل. اللاعب اللي واضح أمامك على الشاشة صاحب 27 سنة واللاعب اللي يلعب مباراة رقم 17 مع المنتخب العراقي، يلعب كرة الآن إلى ناشد، لعيب يا ناشد على التسديدة لكنها تصطد، الكرة الماضية تصطد في العارضة وبعد ذلك مرت فيها ضربة مرمى، فيها ضربة مرمى. المنتخب العراقي عن طريق اللاعب علاء الزهرة كاد بأن يسعد هذا الجمهور، كاد بأن يفرح جمهور أربيل، جمهور العراق الموجود في هذه المباراة. علاء تقدم بعد تمريرة ولا أروع من الكبير نشأة أكرم إلى علاء وبعد ذلك الكرة طالت ومرت فيها ضربة مرمى. كرة ملعوبة الآن أمامية إلى كرار، يلعب كرة ممتازة ولكنها بتتخلص وتبعد لمسة ولا أروع بالرأس موجودة والتدخل حاضر من قبل المدافع. عادت مرة أخرى باسم فتحي يحاول ولكن الكرة مرت فيها رمية تماس. المنتخب العراقي شيئا فشيئا ربما يقترب يعد لمقارعة كبار القارة الآسيوية والآن على موعد مع هذه المباراة. بهاء لعيب يتلاعب بشكل ممتاز، يلعب كرة الآن أمامية عالية ولكن حارس المرمى محمد قاصر يمسك بالكرة المرمى. شباك حارس المرمى عامر شفيع كرار جاسم هو على تنفيذ الخطأ والضربة الحرة المباشرة. كرار جاسم يلعب كرة عرضية ولكنها بتتخلص وتبعد. عادت مرة أخرى باسم عباس في الجهة اليسرى، باسم يلعب كرة أمامية تصطد وبتعود إلى باسم مرة أخرى يلعبها بالخطأ وصلت إلى حسن عبد الفتاح. حسن يحاول يبعد عن زر المتعة أيضا في الدقائق القادمة من زمن هذه المباراة وحلاوة كرة القدم بأهدافها لكن إلى الآن الأهداف غير حاضرة. حسن عبد الفتاح يتقدم يمرر الكرة ولا أروع الآن إلى أحمد هايل، تمريرة إلى عامر ذيب، تسديدة من بهاء ولكن كرة بهاء مرت فيها ضربة مرمى. حلوة الكرة الماضية وحلوة المحاولة من قبل المنتخب العراقي أو الأردني. عباس فيها تدخل وحكم اللقاء يأمر باستمرارية اللعب، تعود الكرة إلى أحمد هايل، لمسة الآن أمامية ممتازة لمصلحة المنتخب الأردني. أحمد هايل يتقدم، جرب وسدد كرة على العارضة فيها ضربة مرمى. محاولة كانت جميلة للمنتخب الأردني لكن النهاية لم تكن سعيدة والكرة بتعلو العارضة فيها ضربة مرمى، فيها ضربة مرمى. هنا حارس المرمى الحارس محمد قاصد اللي يحمي عريض نادي أربيل، حاول ولكن الكرة بتبعد وبتتخلص تعود إلى قصي منير المتمركز في المكان المناسب. قصي يلعب كرة عرضية عالية، عامر شفيع يمسك بالكرة الماضية ويبحث عن بداية هجمة لمصلحة المنتخب الأردني. عامر شفيع اللاعب اللي يعشق الجمهور الأردني وبشكل كبير ويعشق أيضا الجمهور المنتخب الأردني، دائما ما يكون جاهز ودائما ما يكسب احترام الجميع ويقدم مستوى كبير. وكرة الآن ملعوبة، حسن عبد الفتاح استعجل فيها بشكل كبير والكرة مرت فيها ضربة مرمى. حسن عبد الفتاح استعجل في الكرة الماضية والكرة مرت للأردني. الآن الضربة الحرة المباشرة، باسم فتحي صاحب 28 عام
واللاعب اللي يلعب مباراة رقم 42 والضربة الحرة المباشرة ملعوبة لكنها بتصطد بتعود مرة أخرى للاعب شادي بوهاشش. شادي الآن يبحث عن زميل يعود بالكرة في وسط كرة ملعوبة الآن أمامية في الجهة اليسرى إلى حسن عبد الفتاح. حسن الآن يلعب كرة ولا أروع إلى بهاء تسديدة عالية بأولى الأهداف والمنتخب الأردني بعد عرضية جميلة من عامر ذيب إلى حسن عبد الفتاح والأردن خارج الديار تبحث عن الانتصار وتبحث عن إسعاد الأنصار. وحسن عبد الفتاح حمد يتقدم على منتخب بلاده بهدف مقابل لا شيء، لكن عامر ذيب والعرضية الجميلة الرائعة واللاعب حسن عبد الفتاح وآزر ويشد من أزر لاعبيه ومن أزر أيضا المشجعين في الدقائق القادمة، ويعي تماما بأن كرة القدم لا مستحيل فيها وأن المنتخب العراقي باستطاعته بأن يعود مرة أخرى إلى المباراة. شوط أول ينتهي بتقدم المنتخب الأردني بتقدم نشام الأردن بهدف مقابل لا شيء زميلي حمد.